كما تلاحظون أصدقائي، فإذا قوية جدا لأننا قمنا بصناعة هذا الابتكار. يعني عندما سوف أصور بهذا الهاتف فسوف أظهر بشكل واضح جدا. لاحظوا الآن سوف أقوم بإطفائه. لاحظوا، أعتقد أنكم لاحظتم الفرق. كما تلاحظون فأنا الآن يعني أستعمل ضوء يعني المصباح. الآن سوف أقوم بتجربة يعني هذا العلاقة أو هذا السبور أو هذا الحامل الذي سوف نصنعه في هذا الفيديو، ولاحظوا الفرق. لاحظوا قوة الإضاءة، إضاءة قوية جدا، فهي تكاد تعميني لا أكاد أرى أي شيء، يعني أقوى من الرينج لايت بمرات متوالية كما تلاحظون، فهو فرق شاسع أصدقائي كما تلاحظون. لاحظوا الفرق كما تلاحظون. إذا أصدقائي، لو أردتم صناعة إضاءة قوية مثل هذا الشكل تستعملونها في تصوير الفيديوهات، فقط تابعوا الفيديو الأخير ولا تنسوا عمل إعجاب. المهم كما قلت لكم، بالنسبة لهذا الحامل أو علاقة الهاتف أو السيبور أو التريبود الذي العديد من الأسماء بلغات مختلفة، لو أردت أن أستعمله في تصوير الحلقات والفيديوهات فليست لديه يعني هذا الحامل بالكامل، ليس لديه فلاش، يعني كيف يمكنني أن أقوم بالتصوير وهو ليس لديه فلاش؟ لذلك سوف نقوم بعمل اختراع بسيط، نحول هذا يعني الحامل، نقوم بإضافة له بعض التعديلات ونجعل له فلاش يساعد الهاتف.